طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. احنا بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لا ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استشار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. قبل الدخول إلى الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة، وهو حول السجال حول التواجد العسكري الأمريكي وقوات التحالف في العراق، نتحدث يعني عجالة حول ما أعلنته وزارة التجارة ببدء توزيع نصف كيلو عدس على المواطنين العراقيين ضمن الحصة التموينية. هذا الأمر الذي أثار السخرية والجدل الواسع في أوساط العراقيين قبل نحو شهر. اليوم وزارة التجارة تعلن البدء بتوزيع هذه الحصة نصف كيلو عدس. طبعا كذلك يأتي هذا بالتزامن مع من دعا وبدأ بجمع تبرعات ومساعدات إلى متضررين من السيول والفيضانات في إيران، ولكن لم يتم تقديم المساعدة إلى العراقيين في داخل العراق، إن كان في محافظة ميسان أو في البصرة أو المحافظات العراقية. يعني هذا التناقض في العراق عجيب غريب، يدعو إلى الضحك ويدعو إلى البكاء في نفس الوقت ويدعو إلى السخرية. إذن وزارة التجارة تبدأ بتوزيع وتعلن توزيعها نصف كيلو عدس الذي أعلنته قبل أكثر من شهر. طبعا هذا الأمر أثار الكثير من السخرية حتى على الصحف العربية والأجنبية، لأن العراقيين بدأوا بالتعليق والتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر القنوات وفي مجالسهم وفي المقاهي حول هذا الموضوع وحول هذه المكرمة التي يعني تم إعلانها من قبل وزارة التجارة لكل مواطن عراقي. اليوم الجماعة يقول لك إحنا بدينا نوزع نصف كيلو عدس على كل مواطن عراقي. نعود إلى موضوعنا في الرئيسي لهذا اليوم، وهو موضوع التواجد العسكري الأمريكي. يعني يوم أمس القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود أعلن وقال بأن الولايات المتحدة ستصنف فصائل من ميليشيات الحشد كجماعات إرهابية في حال وضعت تلك الفصائل مصالح الحرس الثوري قبل مصلحة العراق. معروف بأنه قبل أيام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أعلن بأن وصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ووقع على هذا القرار، وهذا يعني راح ينعكس أكيد على الميليشيات اللي موجودة في العراق، لأن ارتباطها مباشر مع الحرس الثوري الإيراني وبالتحديد مع فيلق القدس الإيراني أحد تشكيلات الحرس الثوري الإيراني وبقائد فيلق القدس وهو قاسم سليماني. فهذا أكيد له انعكاسات، وهذا تصريح واضح من قبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود، وأضاف بأنه ليس من الطبيعي أن يعبر أو يعبر الحرس الثوري أو يعبر الحرس الثوري الإيراني إلى بلد آخر ويفعل ما يشاء دون التنسيق مع
حكومة ذلك البلد، وأكد أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار تلك البلاد وإضعاف سيادتها، وحذر من عواقب مغادرة القوات الأمريكية من العراق قائلا بأن رحيلها يعني رحيل جميع شركائها في التحالف الدولي، وذلك لن يكون في مصلحة العراق بحد قوله. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العظمة ومبدعيها وكل مخرجيها وكل عامليها. بالنسبة إلى وزير التجارة، والله وزير التجارة أقول نعم. أم أزهار الصوت يقطع. هو شعب محتاج. أم أزهار أنا أعتذر منك، والله الصوت يقطع غير واضح، يعني لو تحاولين ترجعين بالاتصال يكون أفضل. نعم، طبعا على غرار أو رد على تصريح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، رئيس كتلة بدر النيابية حسن الكعبي حذر من إدراج واشنطن للمزيد من القوة على لائحة الإرهاب عقب إدراجها للحرس الثوري الإيراني. وقال الكعبي بأن كتلة بدر لا تقبل التدخل بالشأن العراقي، وأشار إلى أن ضم أمريكا للحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب قرار أحادي كما قال، وأضاف أن مثل هذه القرارات غايتها زعزعة الأمن في منطقة الخليج العربي. معنا اتصال أبو حيدر من الفلوجة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو حيدر. قبل أيام الرئيس الأمريكي وقع على قرار ينص على أنه الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية يحذر الميليشيات في العراق ويحذر أي بلد من التنسيق والتعاون مع هذه المنظمة الإرهابية بحسب القرار الأمريكي. وقبلها طبعا الفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني هو طبعا مصنف كمنظمة إرهابية، ولكن يصور ويجول في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي بلدان أخرى. رأيك أنت بهذا القرار وشنو انعكاسه على العراق؟ والله يا أستاذ عمر، هو أمريكا مصنفت الحرس الثوري منظمة إرهابية. نعم. مصنفت فيلق القدس منظمة إرهابية. زين، هو أمريكا مو كانت تدعم الحرس الثوري وفيلق القدس، مو أمريكا كان يحميهم. زين، قاسم سليمان مو ده يصون ويجول بالعراق، مو هذا القريب يريد يبني له تمثال. هذا القرد العامري مو يريد يبني له تمثال بالعراق، مو كله شاغ فضل ايران الانساء. استاذ عمر، هي كلهم عصابات، فيلق القدس، الحرس الثوري، الامريكان، كلهم منظمات ارهابيه. لا عاد هو شيء حلل يعني غزو العراق من احتل العراق؟ هو مو ارهابي؟ الامريكان مو ارهابيين؟ هم ارهابيين وجابوا ارهابيين يحكمون البلد. هسه يحكم البلد من هو؟ وحكومة إيرانية، يعني أمريكا ما تندل بيهم، مو هي جابتهم. زين، هذا من يطلع هذا القرد ويقول أنا ما أريد تواجد أمريكي، أقول له يا أخي نزير، يعني أنت من جابك؟ وأمريكا اللي جابتك ونصبتك حاكم بالعراق يا زنديق. فهذا كل إعلام قسما بالله العظيم. هو اللي احتل العراق منظمة دولة إرهابية، احتلت البلد بلد آمن ومستقر، اجت أمريكا واحتلت. شو يسموه هذا؟ شنو؟ يا قانون، قانون دولي، قانون شرع سماوي، على أساس تجي تعبر آلاف الكيلومترات تحت البلد آمن ومستقر؟ أمريكان دولة إرهابية واحتلت العراق وسلمتها إلى مجموعة منظمات إرهابية، من ضمنهم هذا العامري والخزعلي وما أدري منو، 70-90 ميليشيا، هم يقولون 90 ميليشيا. فأنا هذا والله ما أصدق به، إذا هم يصنفون هاي واحدة واثنين، إذا صنفهم شنو يعني؟ نعم. استاذ عمر تسمعني؟ اسمعك واضح. نعم ابو حيدر. نعم، يعني امريكا اذا صنفت الحرس الثوري منظمه ارهابيه، ما هي صنفت حزب الله قبل منظمه ارهابيه، وصنفتها هم قبلها فيلق القدس وهو احد تشكيلات الحرس الثوري. نعم استاذ عمر. نعم، هو احنا قبل ثلاث سنوات اربعه قلت
يريدون بالعراق يسوون حرس ثوري على على غرار حرس ثوري ذاك اسمه حرس ثوري ايراني وهذا حرس ثوري اسمه عراقي. قبل 3 سنوات قلتها. زين امريكا ما تندل بهاي المعلومه انه ميليشيات العجل هم اصلا نفس الحرس الثوري الايراني كل اختلاف معلوم. نفس الدعم ونفس نفس الجريمه ونفس العصابات ونفس القتل ونفس المجرمين. شنو اللي صاير على امريكا؟ ما تندل بيهم؟ امريكا غشيمه ما تعرف الميليشيات ميليشيات العجل. ما طلعوا تقارير وفيديوهات وهم دا يصورون مو عن المواطنين الفقراء. اجرامهم وحرق المنازل وتفجير الجوامع وسلب ونهب وما خلى ممتلكات مال 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 هالمساكين ما نهبوه. يعني امريكا ما شافت بالاقمار الصناعيه مو هاي يطلعوها بالتلفزيونات وفيديوهات كامله. والله يا استاذ عمر اقول لك بالله العظيم هذا كله مجرد اعلام مجرد اعلام. صنف الحرس الثوري منظمه ارهابيه قبل صنف حزب الله منظمه ارهابيه. ذولا اقسم لك بالله العظيم كلهم مطايه لليهود. وصدقني مستفاده من عندهم امريكا. مستفاده شلون؟ راح تقول لي شلون استفاده؟ انا اقول لك شلون استفاده. نعم استفاده من الميليشيات من الحرس الثوري. ذولا كلهم تجمعهم هدفهم واحد وعدوهم واحد. هو شنو عدوهم؟ عدوهم العرب والاسلام. والله صدقني اقسم لك بالله اتحدى ويطلع هذا الخنزير يهدد اتحدى يطلع يضرب طلقه على الامريكان. لا قول له على عرب سنه يروح يذبحهم يذبح. شلون ما يطلع هذا كان يطلع الخنزير اللي يقول الثار من اهل نينوى الثار. زين انت ما تثار من دول الامريكان لما ما تثار تبع حزب الله من اسرائيل. لا هو هدفهم يقضون على العرب على العرب السنه ويقضون على الاسلام هذا هدفهم. فبالنتيجه ذولا كلهم خادمين المشروع الاسرائيلي الامريكي. وصدقني امريكا ما تفرط بهم اقسم لك بالله العظيم. امريكا ما تفرط بهم لان المستفاده من عندهم هو ذولا مخليهم مطايا هم مطايا اليهود هم ذولا. نعم ينفذون المخطط تدمير العرب وتدمير الاسلام. ابو حيدر دمروا العراق دمروا كان... نعم ابو حيدر من فلوجه كان معنا شكرا جزيلا لك. معنا اتصال ام ازهار من بغداد تعاود الاتصال. تفضلي ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هاي هاي القناه العظيمه. اهلا وسهلا بك. بالنسبه الى وزير التجاره. وزير التجاره انا اقول ما استحى لما كتب كيلو شعب كين الدعاء أو طحين كيلو إلى آخره. الشعب محتاج لا عدا طحين. الشعب محتاج إلى تغيير هذا ولا الوجوه أكثر اللي جتنا. قال المنظمين الأحزاب اللي جتنا مرات من شماله إلى جنوبه. وإحنا كل اللي المظاهرات تطلع والدنيا كلها تطلع ما رد احد يطالب باي كهرباء ولا مي تطالب غير هاي الوجوه كثيره اجت لنا من ايران وامريكا واسرائيل. اما من امريكا هي تعرف كل الزين انها منظمه الاحزاب هي نعم. أنا أعتذر منك مرة ثانية أم أزهار والله الصوت غير واضح ويقطع كذلك. طبعا رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في البرلمان وهو مثنى أمين قال بأن العراق سيتحول إلى ساحة حرب بين أمريكا وإيران بعد قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية. أضاف بأن الدستور لا يسمح باستخدام أراضي العراق في الهجوم على دول الجوار ومنها إيران، ولكن العراق لا يمتلك القوة اللازمة لكي يحافظ على سيادة أراضيه ليوقف أمريكا وإيران إذا ما نشبت حرب بينهما على أرضه. خطيب الجمعة يوم أمس في طهران موحدي كرماني قال بأن إدراج واشنطن للحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية يعود لتأثير إيران المتزايد كما قال في المنطقة وخصوصا في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن. وأضاف بأن قرار الإدارة الأمريكية من شأنه
أن يزيد من تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق التي أنفقت فيها الولايات المتحدة نحو 7 تريليونات دولار. ويضطر الرئيس دونالد ترامب إلى القدوم إلى العراق بأضواء مطفأة في المطار وخوف في خوف وفزع كما قال. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بك. تحية لك، تحية للقناة، تحية الكادر للقناة، تحية المشاهدين والمتصلين. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لتصنيف الحرس الإرهابي الإيراني، هو لا يختلف عن الميليشيات الإيرانية بالعراق، هي كلها ضد العرب، والمفروض نطالب بقرارات ضد هذه العصابات المجرمة الميليشيات الإيرانية بالعراق، وحتى حكومة العراق هي حكومة إرهابية بالدرجة الأولى. فهذه المجرمين الميليشيات التي يقودها هذا العجم السيستاني، وهذه كلها هي هدفها ضد العرب وضد العراقيين بدرجة الأولى. وتحيه، ونطالب من ونطالب من الهيئات الدولية بتدخل العراق لحماية الشعب العراقي من هذه العصابات، لأن العراق لا يوجد دولة من 2003 هي عصابات إيرانية. تحيه لك. حياك الله يا أهلا بك أبو فيصل من السعودية كان معنا. طبعا السجال ما زال مستمر حول موضوع التواجد الأمريكي في العراق، وهناك كتل موالية لإيران تدعم سن قانون أو قرار في البرلمان لإخراج القوات الأمريكية من العراق، وهناك انتقادات من هذه الكتل السياسية. يعني هناك يعني 4 كتل سياسية عاولت لقاءات في بغداد والنجف منذ الأسبوع الماضي، وهي دولة القانون، منظمة بدر، المجلس الإسلامي الأعلى، تحالف سائرون بشقه الصدري من خلال ممثلين وأعضاء منها، وكذلك مستشارين قانونيين يتبعون لها، للانتهاء من الفقرات الأخيرة لمسودة قانون أطلق عليه اسم إخراج القوات الأجنبية من العراق، ويتضمن بنود عدة أبرزها إعلان العراق خالي من أي تواجد عسكري أجنبي قبل حلول يناير من عام 2021. وهناك تسريبات حصلت عليها صحيفة العربي الجديد كما أعلنته اليوم في تقرير من مصادر مقربة من إحدى القوى السياسية المشاركة في كتابة مسودة القانون، بأن هذا الأمر يعني وضع نحو 18 شهر أمام الحكومة لإنجاز ملف إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وأبرزها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والأسترالية وجنسيات أخرى تعمل جميعها تحت مظلة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك يعني مسؤول صرح بأن الإيرانيين منزعجين من موقفي برهم صالح رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي إزاء موضوع الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وكانوا ينتظرون موقف أوضح بهذا الخصوص. وأضاف بأن رئيسي البرلمان والجمهورية رفضا الإعلان عن موقف معارض للوجود الأمريكي، وصدرت عنهما تصريحات اعتبرت أو فهم منها عدم ممانعة استمرار الوجود العسكري الأمريكي والأجنبي بشكل عام في العراق تحت مظلة التحالف ودعم الأمن والاستقرار في العراق، خصوصا من الحلبوسي كما جاء بحسب هذا المسؤول في العراق الذي أطلق تصريحات من واشنطن أثنى فيها على التواجد العسكري الأمريكي في العراق، وهو ما يعتبره الإيرانيون موقفا مغايرا، نوضع خطا جو هذا التصريح، وهو ما يعتبره الإيرانيون موقفا مغايرا لما سمعوه سابقا من الحلبوسي تحديدا، وهو كان سببا كافيا في عدم ممانعة الإيرانيين في أن يتولى محمد الحلبوسي منصب رئيس البرلمان، لأن الظاهر معطيهم ضمانات بحسب هذا المسؤول بإخراج القوات الأمريكية من العراق. معنا اتصال أبو مصطفى من السويد، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية أخي لك أخ عمر، وتحية قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك. أول سلام. والله أخ عمر، هاي بالنسبة للأمريكان، يعني أول شيء هاي الحكومة الأمريكية معروفة كل العالم يعرفها كذابين. أول شيء هي الحكومة وقعت ويا وكتبية 71 معاهدة سلام مع الهنود الحمر خلال أكثر من 100 سنة كلها خلقتها. ألو يا أخ عمر. نعم أسمعك. ألو أسمعك أبو مصطفى، واضح.
اي رحم الله والديه، فوقعت 371 معاهده سلام ويا الهنود الحمر ويا من عندهم امريكان. نعم. لا اكثر من 100 سنه وكلها خرقتها زين، ولا تحترم ولا احترمت واحد قرار زين، وقتلت الملايين. تريد اليوم يحبون يقتلون الايرانيين والعقل، الايرانيين اصلا فادوهم احسن 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 بلد خدم الامريكان والصهيوني هم الايرانيين. فهاي المراوغات الامريكيه كلها تحت المال العربي بالذات الخليجي، ياخذون فلوس من الخليج على راحتهم. فما تتوقع انت اليوم انه الامريكان يجون يكسرون الميليشيات بالعراق وبسوريا ولبنان وبايران، وين بعد من يبيعون سلاح؟ ماكو سلاح، وين يبيعون بعد؟ وين شكل كل مشاكل ماكو؟ نعم. احنا مشكلتنا اليوم العالم كله العربي كله الشرق الاوسط كله ايران. يعني تقصد انه استفاده من عنده فائده مو طبيعي. تقصد يعني ابو مصطفى انه هاي بروباغندا مسرحيه حتى طبعا حتى دائما يخلقون بعبع بالمنطقه وهو ايران، وحتى يخافون من الدول العربيه، هذا اللي تقصده؟ زين طبعا زين، هم الامريكان اكو بلد يتعدى على بلد مو يجوا راسا هم متحده وتجي يتدخلون ويوقفون اطلاق النار وينزلون قوات، ما هي خمس دول عربيه محتله ولا 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 امم متحده لا مجلس الامن لا لا ولا واحد فك حقه زين. فهذول اليوم الامريكان بيضحكون على كم واحد يعني ما اعرف، فما يضحكون على الناس اللي عنده فكر عنده بعد، ما حد يعني براحتهم يلعبون ويمرحون. واصلا هاي الحكومه اللي موجوده ما يسمى حكومه بالعراق، صدق يا عمر قسما بعزه الله الامريكان متونسين عليهم متونسين عليهم، وين يقول هيك غبيه؟ وين يقول هيك كمش؟ فهذول اليوم الامريكان عندهم فد شيء بالمنطقه زين، دائما يستعملون الخوف، دائما يرعبون الدول العربيه. يعني هم شنو خالين ايران على شنو بالمنطقه؟ ما دورت المنطقه، انهت المنطقه يا عمر زين. واحنا ننتظر الامريكان، وصار 40 سنه عمر العراق بس قال عنده راح يسوي مصاعد راسا الطائرات الاسرائيليه راسا ضربته بال81. ما انتم يوميا يحكون بالنووي ويطلع هذا كلهم خاتم وغير خاتم يحكي بالنووي، ولا واحد قالهم لك بالفعل. يا عمر صح، كلام واقعي صراحة من أبو مصطفى من السويد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مواقع التواصل الاجتماعي مؤثرة في زمننا، زاد اهتمام الشباب بالفضاء الإلكتروني. نعرض لكم أبرز المقاطع والأحداث، نبحث دائما عن كل جديد في مواقع التواصل، نستعرض ما يهمكم، نقاشاتكم والقضايا التي تدخل في إطار اهتماماتكم في برنامجنا فرصة لآرائكم المتعددة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال محمد من صلاح الدين، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا بس احب اعلق على موضوع الامريكان تواجدهم بالعراق. نعم. اللي هو اساسه مثل ما يدعون انه داعش ما داعش، بالعكس هم 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 يخلقون ذريعه حتى يكون تواجدهم مشروع وقانوني والى اخره. هذا اللي بيصير الفساد بالعراق كله هو صناعة، يعني الفساد مو فشي هين،
مو فد شيء هين، هم تخطيط واجندات والى اخره. اسبابهم بالشرق الاوسط وتواجدهم حتى بافغانستان هذا كله راح يعود عليهم بالمعارضه اللي اصلا هسه دا تصير دا تختلق هناك بامريكا. لهم معارضه واذا نسمع اصوات هوايه تنشزهم وتغلقهم، وهم هاي السياسه الصهيونيه هي اللي هسه اصلا مدانه بكل العالم. باتت مكشوفة وواضحة بس على يعني على العراقيين والعرب وحتى عالمهم هناك المفروض يتوعون أكثر بعد ويبحثون ويدورون، لأنه هذا كله سياسة مغلوطة للأسف. وبعض الدول يعني تألهم عبالهم الأمريكان فتشي يعني هاي ما شي يسوي حتى لو غلط يعتبر صحيح وتسايرهم، وهذا هم راح يعود عليهم من شعوبهم. الشعوب بدأت تنتفض بكل مكان. نعم. الكل قام يفتهم، الكل قام يعرف، ما حد هسه قام ما بقى احد جاهل. الكل قامت تعرف واكو وعي، اكو صحوه بالعالم كله. زين محمد، برايك انت هذا القرار الامريكي يعني راح يبقى على الورق بس؟ هي يعني اذا لهم اجندات هنا طبعا الشعب هو يقرر مصيره. لا الشعب هو قرار مصيره. تمام. لا انا اقصد القرار الامريكي بادراج الحرس الثوري الايراني بانه منظمه ارهابيه، انت برايك راح تصير خطوات ضد هذا التشكيل العسكري الايراني لو بس قرار اعلامي طلع به الرئيس الامريكي وسوى توقيع، هذا توقيع مالته الشهير، هذا التوقيع الكبير وبس، راح يبقى عند هذا الحد، ماكو اي اجراءات تتخذ ضد هذه المنظمه او هذا التشكيل العسكري؟ هو اكو نزاع على البقعه، يعني اكو نزاع على المكان اللي هي رايته اسرائيل، يعني اكو يعني المشروع الصهيوني ينافض مشروع خميني، مشروع الخامنئي. يعني الخامنئي يريد هذا، يريد العراق، يريد سوريا، يريد لبنان، يريد اليمن، اذا تعرفوا الاجندات دليل على كلامي. نعم. وهذا مضاد اللي تريده شو اسمه اسرائيل. فاكو تضارب بالمصالح، اكيد راح تصير حرب عسكريه منتهي منها اكيد، يعني نتوقع 100%. نعم. انا اشكرك محمد من صلاح الدين، كان معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحيه لحضرتك والى قناه التلفزيون ولا كل الضيوف. الله محييك. استاذ، الواقع اللي بنعيشه احنا كله هذا، والتبعثر اللي موجود، وال هاي الفرق المسلحه في العراق او في الوطن العربي خاصه العراق وسوريا والجبهه، هو كل سبب. يعني انا اقول كايه انه السيستاني هو اللي يصدر الفتاوي، وهي الحكومات ايران والعراق تقوم بتنفيذ ما يصدره السيستاني. سبق بانه السيستاني من اصدر على تاليف الحشد او القوى الكفائيه وما ادري، يعني هذه يعني من قام بعمليات اصدار هذه الفتوى تشكلت مجموعات فصائل للقضاء على داعش. لكن تبين ان هذه القوات او هذه الفرق المسلحه حققت شغلات ماليه وسياسيه على حساب الشعب العراقي، وايضا عزت الشعب العراقي وانتهكت حقوق الانسان بالنسبه للشعب العراقي. بالاضافه الى هذا، الحشد قام باصدار الحكومه انه مصدر من الحشد انه يروح خارج حدود الدوله ويحارب في سوريا. ترامب، أما بالنسبة لترامب جاعد أنه دخل الوطن العربي قدامه ويوزع أراضي الوطن العربي، والعرب كلهم ساكتين أنه جولان تروح السوق إلى إسرائيل، وبايدن يصدر أمر بأنه سيناء تروح إلى إسرائيل. زين هذا حدود متفق عليه من النيل إلى الفرات. زين، فهذا الواقع اللي نعيشه، لا اكو عراقي ولا اكو سوري ولا اكو عربي ولا اكو حاكم انه قال انه هذا الشيء خطا. الجامعه العربيه ساكته، خلى الوطن العربي مبحر، الواحد يقتل الثاني، لا صدرت قرار ولا
السودان انه تنظر بعين الاهتمام الى حكومه السودان وعدم التدخل الاجنبي. زين ما دخلت ايران في العراق، ما دخلت امريكا في العراق، ما دخلت بريطانيا والدول الاوروبيه كلها بالعراق وهدمت العراق وخربت البنيه التحتيه. سوريا قاموا بعمليه حمايه نظام بشار ودخلت روسيا ودخلت ايران وبعثرت الوطن العربي. وهسه بيقول انه السيستاني بيصدر فتوى باعتبار ان الحشد وهو كقوه مسلحه ويجب ان تنضم الى القوات الامنيه. نعم زين انت برايك ومعبد الله السيد ومعبد الله نعم برايك انت هذا قرار ترامب ايش راح ينعكس على العراق؟ يعني اي قرار؟ هو قرارات هوايه. لا قرار ترامب بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب وحديث القائم بأعمال السفارة الأمريكية يوم أمس بأنه أي ميليشيا في العراق تتعاون مع هذه المنظمة سوف كذلك تدرج على لائحة الإرهاب. أستاذ احنا سامعين هذه أنه نزع السلاح من الحشد في العراق زين وجعل المنظمات كمنظمة العباس اللي يقودها أبو مهدي مهندس والحرس الثوري هم منظمات إرهابية. وإسرائيل دائما تفضل أنه راح تضرب إيران وراح تضرب سوريا للمواقع الحرس الثوري والحشد اللي موجود بيهم. ترى كلها تغطية أستاذ، كلها تغطية إسرائيلية إيرانية أمريكية ودول أوروبية على الوطن العربي كلها من أجل إسرائيل لا أكثر ولا أقل. فإحنا كعرب يعني شو كنت راح نصحى؟ ما أدري ايش وقت راح نكون يعني نرفع السلاح ضد هذه الميليشيات ضد الوجود الايراني والوجود الامريكي. الحلبوسي هسه بيقول انه متعجله ايران، ليش الحلبوسي يقول انه تبقى القوات الامريكيه مع العلم انه هي اتفق الحلبوسي مع ايران انه يستلم منصب رئيس البرلمان ويكون مؤيد بايران؟ فهم مستغربين يقول لك ليش انه الحلبوسي يقوم بهذا العمل؟ المطلق يقول انه عدم وجود الحشد محل الحشد. طبعا هسه بيقومون بعمليه اصدار امر القاء القبض عليه من قبل بدر باعتباره انه مختلف. ما هم كل السياسيين مختلفين، كلهم موجودين في العراق من اجل الاستثمار العراقيين. نعم انا اشكر شو عبد الله من بغداد كانت معنا معنا اتصال. ابو راشد من عمان، تفضل ابو راشد. تحيه لك اخ عمر. حياك الله يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. طال عمرك في تناقض الحكومة العراقية بأن عدم الوجود الأمريكي أو تدخل القوات الأمريكية دخلت الحكومة العراقية بضرب داعش في القوات في الأراضي السورية. فما هو إذا كان تصنيف تصنيف الحرس الثوري الإيراني في مجموعة إرهابية فإن لازم تكون العراق تحالف مع دول جميع مع ضد الدول الإرهابية من ضمنها إيران طال عمرك، والقوات الأمريكية تدخل بشؤون الدول العربية بدون أمر من رؤسائها، شروط رسمية عليهم وفرضت من القوات الولايات المتحدة الأمريكية. وشكرا يعطيك العافية. أشكرك أبو راشد من عمان كان معنا. نقرأ رسالة واتساب. يقول أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحية لك أستاذ عمر ولكل كادر قناة الرافدين. يقول بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أفراد عائلتي يقول سأتبرع بكل حصتنا من العدس إلى عمار الحكيم مساعدة له كي يسدد قسم من ديونه بشكل تهكمي وبشكل سخرية. مبروك من الإمارات يقول التناقض الحاصل غريب عجيب في موضوع الحصة التموينية، فهذا مثار للسخرية والضحك على الثقون. يقول العراقيون يحتاجون كل شيء يتوفر لمساعدتهم بأوضاعهم المعيشية. يقول هذا أولا. يقول ثانيا من يتحدث عن تواجد القوات الأمريكية بغير أدلة هذا أيضا تناقض آخر في المواقف، سواء من التابع لإيران هم والمحتل شركاء فيما حدث في العراق على مدى 16 عام من الاحتلال البلد، لذلك لا نستغرب هذه التناقضات. يقول أخي عمر لأنها تصدر من السياسيين أتباع إيران الذين أتوا على ظهر الدبابة الأمريكية بغير حقائق. يقول الحل الوحيد بإزاحة هؤلاء. يقول السلام عليكم، نحن نحتاج إلى فرض أشد العقوبات على الأحزاب الفاسدة والعميلة هي التي دمرت العراق، لماذا أمريكا
ساكتة عليهم، يظهر أن أمريكا هي التي تدافع عليهم حفاظا على مصلحتهم، يقول لا لحكم الأحزاب الفاسدة والعميلة. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، أنا متابع لقناتكم من الأحواز المحتلة، مثل ما يقول، هل عندكم علم بأوضاعنا في الأحواز؟ قبل كم يوم قوات من الحشد الشعبي تضامنا مع الحرس الثوري الإيراني دخلت إلى الأحواز وصارت تتجول بمنطقتنا. نعم، معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. علي تسمعني؟ علي، نعم، فقدنا اتصال مع علي من بغداد. طبعا نعم، ابو ياسين من ديالى، تفضل ابو ياسين. حياك الله يا عمر. يا هلا بيك، اهلا وسهلا بك. انا يعجبني يا اخوي ابو فيصل من السعوديه، بلاك تعال تقول لي يا اخي ابو فيصل، ايران هي مجوس، عمر المجوس ما احب العرب ولا احب المسلمين، هذا عدو، ايران اعتبره عدو، اذا غيرنا هم رضي يعدونه ما شر الحكومه. ولكن اخي هم سبب دمارنا وتسليمنا لامريكا هو السعوديه، واليوم ما فكر ان الحكومه السعوديه دعم الحكومه اللي انت تتحدث عنها، حكومه هي مش يشوف حكومه جاي تدعم الحكومه جاي تدعم مشاريع وياها والشعب ما حد بحاله. اما الامريكان انت تستعبوا ما تصير يا عمر، هي امريكا ما لها ضرب عين اعتبارها الحكومه، غصبا فاضل هم موجودين. لكن دائما تقول لهم احنا المقاومه السنيه البطله هي اخذت وانزفت كثير من قوات الاحتلال ومن دماء الاحتلال، يلا استشهدوا. فاليوم قاعد نسمع زعزع وجعجع انه المقاومه الاسلاميه الشيعيه، يلا الله ويستر، خلينا نشوف المقاومه الشيعيه لها دور مع بقاء الامريكان داخل العراق لو شنو؟ هذا كله هذا جعجع وكله كذا، وتقبل لهم هذول كلهم عندهم استرات يا امريكا ويا ايران ويا اسرائيل، هاي الحكومه والاحزاب والميليشيا كلها. وبعدين هاي الفرعنه والشرعنه مال هذا مال اسلام اللي يقول انه يدجهم للعراق، ليش هاي الميليشيات العراقيه من الطائفه الشيعيه مو هي امريكا؟ وليش هي امريكا قل ارهاب من ايران ولا ايران قل ارهاب من امريكا؟ هم نفس الشيء، نفس البؤر هذول امريكا وايران، هذول عدو للعرب والمسلمين. هذا لا يبقى الشعب العراقي يخادعون امريكا وايران، كلهم اعداء. اليوم اريد ناشد الشعب العراقي ينصاف. شوف بالنسبه لمال العباره هي ترى شوف صادفت مناط، ولكن ليش صارت ورا ما جاء عن العراق؟ هذا كله موضوع واضح على تدمير المحافظات السنيه الموصل وغير الموصل، هم ما يفكون ياخذ من الموصل يا عمر، يعني العباره مش شرطه بسيطه. وكنا شفنا هذا السفير الايراني مع الاسف الشديد انه محافظ صلاح الدين شلون راح وراح وزع هدايا وكانما هو ابن العراق وكانما هو لسه مو العراقيه. هذا لا يبقى الشعب لا من هالحال. هذا امريكا هي باقيه وثقه يا عمر، ثقه جلكم الله، هو لحكم العراق، هو جلكم الله، هو البسطال الامريكي. احنا نقول انت تحت البسطال، نعم، لكن اليوم هو البسطال الامريكي يحكم هاي الحكومه العراقيه، الشعب ما له حصه من هاي الحكومة. وبعدين بتحدث على موضوع العدس، هذا حارم عليهم، الشعب ما محتاج انه العدس ربع كيلو العدس. اليوم هي اليوم يا عمر السنة 12 شهر، الشعب 12 شهر كانت الجوع، هي بس رمضان. بعدين اللي انت تتحدثون عن النظام السابق انت يا امريكا، هي ما امريكا لما حكومة اسناد الاحتلال، ليش هو مش انه عندي حصة مالتها؟ مو حصة كانت مالتها شبعة المعدة ونبيع ونشتري بمكانها مخاضير ونشتري بمكان نشتري بمكانها البري وغاز وكذا وبياض. اليوم استعوينا اللي جبت لنا فاينل عزاز 48 مادة، اليوم هي أربع مواد وتقطر، ما تقطر لا بتمن لا بماكو تمن، لا بشكل لا بماكو شكل، يضحكون على الشعب. بعدين السنة 12 شهر موزعنا ست حصص يا عمر، ما فات يوم استلمنا مال 12 شهر. بس هاي ذريعة الحكومة هذه ما تخلص من هذا، ما تخلص هاي الشمعة مالته. الريد الشعب يتواصل. يا سياسة نسألك بالله العظيم، قال هذا سياسة روحاني العراق، مو يتواصل على الشعب العراق يطلع كله مظاهرات بغداد. نعم. طلبوا نقلين بالبصرة لابيع التقطيع، هذا تقطيع العراق ما نوافق عليه. المكالمات داروا نقلين بالبصرة، لا تعالوا هاي المنطقة الخضراء ادفعوا الخضراء، حتى نشوف دربنا، حتى نفهم منو الصالح منو الصالح، ولا الحكومة ما بيها صلاح، جلكم الله، تب الكذب حتى تحضر الشريف مالهم. هذول حكومة اثناب احتلال، وللأسف الشديد مع الأسف زول الأراضي للسنة اللي مخذول السنة الزعامات أجفن وأجفن معدهم بار يا عمر. نعم، أنا أشكرك أبو ياسين من ديالى. كان معنا علي من بغداد يعاود الاتصال معنا، تفضل علي. علي تسمعني؟ علي
علي شنو القضية علي؟ كل ما تتصل يعني ما أعرف الخط موجود بس ليش ما ترد علي أنا؟ تسمعني علي؟ انقطع علي وياي على الخط علي؟ تفضل علي مباشرة ادخل. لا لا أنا مقطوع أنا نعم ما دا اسم يعني ما خلاص. تفضل علي تفضل علي يلا. تفضل. اعرف اعرف يا حبيبي. شكرا 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 يا اهلا بك. نعم علي انقطع اتصال مع علي من بغداد ما اعرف شنو القضيه. طبعا المسؤول اللي تحدثنا عنه قبل الفاصل واللي تحدث عن يعني تراجع موقف برهم صالح ومحمد الحلبوسي وتأييدهم لبقاء القوات الأمريكية في العراق وانزعاج إيران من هذا القرار أو من هذا التوجه، المسؤول نفسه أكد بأن عملية التهرب من أخذ موقف واضح وصريح منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو الآخر فرصة للمناورة فيما يتعرض لضغوط إيرانية كبيرة بهذا الإطار، بينما يؤكد اليوم أهمية التوافق العراقي بين الرئاسات الثلاث والقوى السياسية قبل أي خطوة ضد الوجود الأمريكي، ويستخدم أيضا تقارير القيادة العسكرية في العراق التي لا تشجع على خطوات مماثلة، وأيضا عدم وجود وزيرين للدفاع والداخلية كتبريرات لتأجيل أي قرار فعلي للعراق إزاء الوجود الأجنبي في البلاد، واصفا حالات الرئاسات الثلاثية العراق الآن بالمرتبكة للغاية بسبب الضغط الإيراني المتصاعد عليها. وطبعا برهم صالح يوم الخميس الماضي خلال لقائه بالسفير الإيراني في العراق إرج مسجدي قال بأن العراق لن يقبل أن يكون منطلقا لأي عمل من شأنه إيذاء جيران العراق أو أي توتر في الوضع الإقليمي. معنا اتصال سامي من بغداد. تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. والله يا أستاذ عمر أصلا هم ظل بيناتهم صراحة يعني بالبرلمان ومثلا مو يوزعون بيناتهم هاي الوزارات هاي الفلان وهذا الفلتان هذول رأسا يعني يضحكون على هذا الوزير مثلا هسه هذا اللي يجي على أساس قبل رمضان ويقول نص كيلو عدس ما شنو يقول أنا شوف هذا جاي يجي يسوي واحس النفس لو شيل وكذا هاي يا ما أول دقلب بوق وش اسمه شنو هال شنو هال من هالفقر يعني أنت جاي إحنا استلمناها سابقا وبقنا وكذا هاي لا تقوم تضحك على الشعب وإحنا أصلا نعرف هاي المسائل كل فترة تنتقل للوزارة إلى مكان آخر. المسألة الثانية يا أستاذ عمر هذول يعني شيء نعم بينا الإيرانيين متحكمين بجميع يعني الدولة كلها تابعة لإيران يعني يعني أي واحد من عندهم اللي يطول لسانه ويقول رأسا يعني يقصى يطردوه ما في مجال أصلا يعني ف يعني الشعب العراقي لازم يعرف هاي المسألة ويعرفها كل زين بس هو مستكين. هذا أنا أقول لك يا أستاذ عمر خلي نبسط الأمور بهالصورة يا أستاذ عمر. هذا أبو البسطية اللي الله إحنا بعد ما نقول شو اسمه لين ما شاء الله عليه ملك تي شنو ما شوفه قدام الناس والله طلعني 15,000 باليوم يحسبها هاي 10,000 باليوم يا أخي بالشهر هاي فوق المليون يعني راتبه اللي حصله من هالبسطية هذه يطلعها كل يومية ويجوز يسرق نص يعني الحاجة يجوز بألف يسويها 5-6 هو هذا أبو البسطية زين فهذا راتبه يصير أحسن من المقاتل أحسن من الجندي فلهذا ما حد ما مهتم بالآخر هناك يقول لك ذلك يا معود خلدي يطيرون أما أمورهم ماشية وكذا ولا يعني مفروض يعني أنا أظل أعيد وأسقل بهذه المسألة يا أستاذ عمر. هذول السودانيين إصباع بس احنا شعبنا ماكو كلها يقول لك احنا عايشه والله يعطوني 400,000 كل شهر اذا هذا مقاتل سابق واشيل كذا اما كان يروح يحش مكان اخر فهاي المشكله. الشعب العراقي فرحان بهال 20-30,000 باليوم مطلعها ويقول لك انا ياهم التي وانا شعلي
يا اخي المفروض المفروض وهم دول يعني المفروض هاي مساله الخوف اللي 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 صارت عندهم وراثه. شوف من نعم. من سابقا مثلا نفس الشغله هذول نفسهم هم لان نصهم بحثيه يطبقوها نفس الشيء. حتى الاغاني الوطنيه صارت شويه بها الحسين والعباس داست. يعني المشكله يا اخي اللي يريد واللي يريد يخلص منها النظام هذا مجاميع حلوه شبابيه زين جزء يروح يروح ينعلق والده هذا الخس علي يقبضون عليه، جزء يروح للعامري، جزء يروح المهندس، جزء يمسكون هذا الحلبوسي ومجموعته، جزء يروح على النج... هالشكل هذا هذا الشعب يا اخي كل واحد ما عندهم جد عنده مقاتلين زين. خلينا نقول ذولا عصابة اهل الباطل مثلا كم 30 40 شعب العراق 35 مليون يا اخي. بس هذا لازم لازم الشعب العراقي ينتهي من مساله هاي الخوف والجبن هذا. وتحياتي لداس الخلاق. حياك سامي من بغداد كان معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول العقوبات الامريكيه وادراج لائحه إدراج منظمة الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب وانعكاساتها على العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.